في وسط الملعب، عادت مجدد لعبد العزيز الدوسري، انطلاقه في الامام من جانب الدوسري، محاوله التقدم والمرور، ولكن لدينا استخلاص دفاعي من بيروز غرباني. عادت مجددا هنا بكل بساله، يحاول حتى اللحظه الاخيره من الهجمه والانطلاقه، لاحظ الفريدي مر تقدم، هنا التعادل حاضر، نعم التعادل حاضر. الفريدي كما تحدثت مستريح البال تماما للفريدي، يهاجم يراوغ يضرب بقوه عن طريق المحياني، هدف باخراج الفريدي وبتمثيل المحياني في هدف التعادل، ويعيد المباراه لنقطه البدايه ونحن نلعب بخمس دقائق من الشوط الثاني. لاحظ البدايه، فريدي بكل هدوء مر، استخدم من مستودع المهارات مهاره المرور، مرر والمحياني لا يظل طريق الشباك، نظف الشبكه المحياني في الكره الماضيه وضعها في الشباك ليصمت 15,000 حاضرين، بل يصمت مدينه كرمان كامله، يصمت مدينه كرمان كامله في الهدف الحاضر امامنا، وضعها في زاويه لو كان الحارس حاضر.